مساء الخير لمشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحة بيروت سيتي عبر فيسبوك. معكم عبدالله بعلبكي على مفرق المرج، هذا المفرق اللي بيفصل بين البقاعين الأوسط والغربي، وهذا المفرق اللي يعد نقطة استراتيجية مهمة جدا للسير. لولا إشارة السير اللي عم نشوفها على هيدا المفرق ما كنا لاحظنا وجود عدد كبير من المواطنين الذين مفروض أنه يحتشدوا أمام المحال التجارية بهيدا الشهر الفضيل. رح ندرس أكثر أو رح نحاول نشرح المشهد بصورة مباشرة عبر أكثر من لقاء مع المواطنين ومع الأهالي. يعطيك العافية. كيف رمضان بالمرج؟ منيح، ماشي الحال، كتر خير الله، بس مش كتير يعني. عالم هيدا المفرق كان في عجقة أكثر، سيارات وعالم عم نلاحظ ما في كتير هلأ. رمضان وكله بلش مثلا بتضب أغراضها وتركها جوا، وأكثر من هيك في شيء. كان هيدا الشهر قاسي شوي عليكم أو كتير. كان كتير. ليه؟ لأنه عالم ما معه تتاكل تتشرب ولا ما تخذيه تتنبسط مثل ما بدأ. لا ما في شيء، الحمد لله الحمد لله. نعم، شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية. مشاهدينا نحن موجودين على مفرق المرج، عم تشوفوا معنا إشارة السير اللي عم توقف خط السير إذا بدكم بعدة اتجاهات. بطبيعة الحال عم نشوف السيارات وكأنها فوق بعضها أمامنا بهيدا البث المباشر، لكن على الجانب الآخر من الطريق حيث توجد محال تجارية عديدة لبيع الأطعمة والحلويات، يبدو الواقع منه كتير مشابه لحركة السيارات اللي كنا عم نلاحظها منذ وقت قصير. يعطيك العافية. كيف رمضان عليك كان هالسنة؟ ايه الحمد لله. والمرج هيك كانت كل رمضان او تغيرت هالسنة؟ مش عالم، مش عالم بالعادة بيكون كان في عالم اكتر بكل الاوقات يعني طبعا. باليوم بكل اوقات النهار. ايه هلا عجقة كمان. كيف رمضان عليك كان؟ الحمد لله، والله الحمد لله رمضان خير كثير. الوضع يعني هو الوضع صعب بهالبلد. قدامنا، شكرا لك، قدامنا عم نشوف اشياء طيبه عم تنعمل. يعطيك العافيه. شو هي كفته؟ بعتقد كفته دجاج. كيف اقبال الناس كان برمضان؟ والله مو جديدك، مو متقبل. لا لا لا، محلك على نقطة مهمة جدا يعني، مفرق هون أمامك. رمضان أنا السنة الماضية أنا عندي مبيع رهيب، هذا رمضان ولا نص قبل، ولا نص السنة الماضية. نحن عم نحكي على نقطة فيها المرج، فيها برلياس، في خط الشتورة، في خط المصنع، رغم هيك ما كان في كتير إقبال من الزبائن. هلا إقبال بالنسبة للوضع منيح، بس عم نحكي إنه إقبال بالنسبة للسنة الماضية رمضان. تحديدا برمضان. إيه تحديدا برمضان، أنا بحددك رمضان السنة الماضية، يعني هلا ولا شيء. ولا شيء السنة. رمضان السنة الماضية في أي وقت منشوف في عالم أكتر عندك تقريبا؟ يعني بأي وقت العالم ممكن يكون فيهم إقبال على التليفونات؟ كله تواصل رمضان، بس تواصل. نعم، ما تجي العالم إلا تواصل. نعم، شكرا لك، الريحة كتير طيبة ويعطيك ألف عافية. شكرا كتير لك، يعطيكم العافية. شو عم نبيع هون؟ عم بعمل معروك انا وبريوش، وبعمل معجنات بيتزا وجبنه وبعلبكي. كلهم بيع او بعد في اشياء ما انبيعت؟ كله للبيع هذا. ايه انبيعوا كلهم هاو يعني، انحجزوا او بعد؟ عم بيع، لا لسه عم بيع، لسه ما انحجز يعني. طيب في منهم اول سنه برمضان او انت لك عاده قبل؟ انا عاده قبلهم. اذا بدنا نعمل مقارنه هالسنه كيف كانت بالسنوات الماضيه؟ والله السنه نحن على مفرق المرج المهم جدا اللي فيه حركه سيارات كثيفه واللي فيه دائما تواجد للمواطنين بهذا المنطقه. تفضل. هلا هي السنه طبعا اختلفت عن السنه الماضيه كثير، بسبه الاسعار ارتفعت شوي، والمواطن كان يشتري كميات، هلا الكميات خفت بالمشترى عنده. بس والاسعار كيف عم بتكون يعني؟ هاي الاشياء اللي عم نشوفنا امامنا يعني الاسعار مناسبه، يعني عم حاول انه خفض بالاسعار بقدر الامكان لحتى المواطن يشتري ويحسن يشتري من عندنا. يعني هلا كنا عم نقول لو ما في اشاره سير ما كنا شفنا سيارات كمان بالعدد الكافي واقفين هون. صح 100%، كلامك سليم. السنين الماضيه كان المشهد مختلف؟ كان المشهد مختلف كثير، كان في عجقه كثير هون بالمنطقه، ما يعني السيارات ما بتحسن تقطع مثل ما بيقولوا الطريق، اذا بدك تقطع ما تحسن تقطع. هلا خفت شوي، على امل يرجع المشهد مثل ما كان واحلى ان شاء الله. لانه المرج من اجمل المناطق البقاعيه، واهلها بيستحقوا كل خير، بيستاهلوا طبعا اوضاع معيشيه افضل من الاوضاع الحاليه. عم نتابع معكم نقل هيدا المشهد من المرج تحديدا
الواقعة في البقاع الغربي. كيف حركة البيع؟ يعطيكم العافية. كيف حركة البيع عندكم؟ الحمد لله يعني نوعا ما الحمد لله ماشي الحال. يعني رمضان هيدا أفضل أو رمضان السابق؟ لا شيء أكيد رمضان السابق أفضل من هيدا رمضان. يعني شيء أكيد رمضان بالأزمة يعني كمان بظل الأزمة الاقتصادية. هلا شيء أكيد بس هذه الأزمة كانت أكبر من أي شيء تاني. هذه رمضان كان يعني قاسي جدا. شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية. عم نتابع معكم نقل المشهد من المرج في البقاع الغربي. عم نشوف أمامنا عجقة السير اللي بتصير بين حين وآخر حسب الإشارة. يعني لولا الإشارة حتى ما كنا شفنا العدد الكبير من السيارات. إذا بدنا نقارن هالمشهد بمشهد السنوات السابقة فيبدو في فارق كبير جدا للأسف عم بيكون من الناحية السلبية. وهون أمامنا المحال التجارية ورح نحاول نمشي أكثر للمنطقة لنشوف وضع المحال عن قرب فعليا بقلب هيدي النقطة الأساسية والنقطة الاستراتيجية الجغرافية في منطقة أو في محافظة البقاع. خلونا نشوف أكثر عن قرب هيدا المشهد ونسمع من الناس. يعطيك العافية رمضان كريم. كيف رمضان كان بالمرج؟ الحمد لله كان ما في أحسن من هيك يعني بالنسبة للأسعار للعالم طيبة قلب العالم كله تمام الحمد لله. طيب رمضان كيف كان بالمرج؟ عادي بالعادة كنا نشوف سيارات أكثر عجق أكثر بسنين السابقة. هي رمضان والسعار وشوفت عينك يعني ما في شيء. حتى رمضان السابق كان هيك المشهد؟ كان أحسن؟ بكتير. يعني إذا ما نقول للناس كيف كان المشهد كنا نشوف السيارات فوق بعضها المحال التجارية مليانة زبائن صح. يعني هالسنة كانت صعبة كلمة صعبة كانت صعبة سعاد غالة العالم شهدت عيش. شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية. رح نتابع مشاهدين نقل المشهد من منطقة المرج البقاعية لنشوف هذا المشهد بكافة تفاصيله وبكافة مضامينه. هل فعليا هناك تراجع كان بحركة الإقبال على المحال التجارية المرافقة لمفرق المرج؟ يعطيك العافية. كيف حركة البيع كانت برمضان؟ والله الحمد لله تمام ماشي الحال يعني الحمد لله نوعا ما. مقارنة بالمواسم الرمضانية السابقة كان الوضع جيد أفضل أسوأ كيف؟ لا رمضان الماضي كان أحسن من هيك. كان أحسن أي طبعا أحسن من هيك كثير. مع أنه إذا نحن عم نحاول أكثر من مرة نقول للمشاهدين واقفين على نقطة مهمة جدا مفروض أنه يكون فيها كتير مرور للسيارات وللناس يعني نعم. مع هيك عم بتقول الوضع مكان لا الوضع أقل من قبل بكتير نعم يعني كان أحسن من هيك بكتير. بهيدا الوقت بسنين الماضية كان العالم أكثر عندك نعم. أو بهالوقت بكل سنة ما في عالم؟ لا عن كل سنة في فرق كبير يعني كل سنة غير هاي السنة أحسن بكتير. هاي السنة كتير يعني الوضع يعني نوعا ما ماشي الحال بس تعبان يعني الوضع تعبان. نعم شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية. مشاهدينا عم نتابع معكم هيدا البث المباشر. إذا جايين على المرج وإذا بتعرفوا المنطقة الرائعة شاركونا بخانة التعليقات وقالونا إذا كنت تشوفوا هيك المشهد حقيقة كل سنة أو لا. نحن رح نتابع معكم طبعا قراءة جميع التعليقات وسنتابع نقل المشهد بشكل مستمر من أكثر من منطقة بقاعية. شكرا على حسن المتابعة. كان معكم عبدالله بعلبكي.